أول مشروع كبير في مدينة تعز منذ بدايات الحرب، يستهدف تحسين البنية التحتية لحي مكتب النقل، وادي العقيبات، فالبعرارة، فالمدينة السكنية، علما بأن هذا المشروع ينتظر له أبناء المنطقة من التسعينات. سيخفف عند اكتماله الازدحام على منطقة جولة المرور والحصب، وسيلتقي بأربعة منافذ، وسيستفيد منه 7 أحياء، وسينفذ خلال نصف عام. والله المشروع هذا احنا منتظرينه أكثر من 30 سنة، وإحنا نعاني من كارثة السيول والمخلفات والمزمو، والآن احنا حسينا بأمل كبير بوجود المشروع هذا، مرتاحين يعني جدا، والمواطنين كلهم مرتاحين. والله نتمنى إنجاز سريع للمشروع لعبارة السيول وإكمال جميع المجاري، كل خدمة الشارع من رأس أو زفردة. المشروع هذا يمثل مشروع إنجاز، يعني يعتبر لمدينة تعز، يحلم بالمواطنين منذ 30 سنة لحد الآن. يعني أول ما جينا ننفذ هنا داخل المشروع، الناس شعروا كذا بأمل وارتياح كبير جدا للمشروع، يعني كان حلم يحلموا فيه. أول مرة يمتدح المواطنون التزام العاملين بأدوات السلامة، ولا يسمح العمل بدونها، كما جعل الأولوية لأبناء المنطقة بالعمل، ولاحظوا جودة المواد وتنفيذ المشروع، وبإشراف هندسي ممتاز لفت انتباه السكان. الأمن والسلامة، رعاية العاملين، خدمة العاملين، حمايتهم من أمراض كورونا، وتوفير جميع الإمكانيات من ملابس والأشياء الوقائية للعامل. مدته ست أشهر بالمنطقة هذه داهي. وطبعا الأولوية يعني لعمال المنطقة، يعني اللي يتوظفوا هنا وذا، وما بقى يعني إذا المقاول معه موجود معه عمال عمالة قد هم مخصصين بكذا، أما هنا ذا هو يوظف برضو جزء من المنطقة، من أصحاب المنطقة هنا ذا هو. مشاريع حماية الأحياء من السيول، وعمل الصرف الصحي، وفتح شوارع جديدة وسط المدينة وبمواصفات جيدة، أشعر المواطنين بالأمل بوجود محبين لوطنهم وإخلاصا بتنفيذ مشاريع كانت غائبة عنهم ولفترة ليست بالقصيرة.